إن لكل إنسان حاجة، ولكل صدر نفثات، ولكل قلب هم، ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وإن الذي يكثر من الدعاء لا شك أن الله يعطيه وإن طال الزمن، وإن طال الزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك، ولأن الله قال أدعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال بعض السلف إن رجلا يطرق الباب 80 مرة لا بد أن يفتح له. أنت لو طرقت الباب على أحد أو طرق عليك الباب 2 أو 3 أو 4 لاستحييت وفتحت للطارق، والله أكرم. كيف 80؟ الصلوات المفروضة فيها 17 ركعة، وفي كل ركعة سجدتان، هذه 34، والسنن الرواتب 12، وفي كل ركعة سجدتان، وهذه 24، فكان الناتج 58، ثم قيام الليل 11 ركعة، وهي 22 سجدة، فكان الناتج 80. لو أن الإنسان دعا في كل سجدة ولو كان المطلوب عظيما، فإن الله لا يرده إذا أكثر من ذلك وأكثر من طرق الباب.